يسعد اوقاتكم مره ثانيه. عطلوا هالاطفال من المدارس وقعدوا بالبيت بوش اهاليهم، وهيك في هم نوعا ما بهالموضوع عند الامهات وعند الاباء. عقل الطفل لغز لا يمكن فهمه بالنسبه للكبار يلي بيحكموا عليه من خلال تصرفاته وسلوكياته الخارجيه. صح. كيف ممكن ندرك شو مخبي الطفل وراء تصرفاته يلي بيقوم فيها؟ كيف ممكن ندعمه بالبيئه اللي محيطه فيه الصغيره لحتى تساعده بتنميه قدراته ومهاراته؟ هذا الموضوع مهم جدا، خاصه بالمناهج التربويه الجديده. صح. ما عاد تعتمد على التلقين فحسب، ايضا لازم ينمي مهاراته وقدراته. رح ندردش بهالخصوص مفصلا مع الاختصاصيه التربويه الاستاذه بيان العيد. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. مثل ما قال ورد، هلا الاولاد ما في مدارس، قاعدين بالبيت. في بعض الجهات اللي يمكن صار في تدريس اونلاين، في بعض الجهات لا، الولد قاعد بالبيت. ان شاء الله تكون ما عم يطلع برات البيت، اكيد حفاظا على صحته طبعا. وسلامته وصحه اهله. أكيد. كيف نحن فينا بهي الفتره عن جد نقدر نستفيد، نحن نتعرف على أطفالنا أكثر؟ نحن قد ما قلنا أنه هذا ابني أكيد أنا بعرفه، بس بالنهاية هذا الطفل مثل ما قال ورد، هو بشو عم بيفكر، بشو عنده قدرات، هو ما أنه كتير واضح أكيد قدام أهله. كيف بيقدروا يكتشفوا شو موجود بقلب هذا الطفل؟ في شيء تربويا نحن بنسميه sensitive periods، يلي هو الفترات الحساسة للتعلم عند الطفل. تمام. يعني هي عبارة عن شو؟ عن أنماط وسلوكيات متكررة بمارسها الطفل، بيدلك فيها على شيء معين هو هلأ حابب يتعلمه. يعني مثلا خلينا نحكي عن طفل اللي بعمر السنتين، بيشوف مثلا حدا عم يفرش أسنانه بالحمام، بصير بده يحاول يقلده، بده يحاول يعمل مثله. في اهل بتمنع مثلا هالرغبه عند طفلها، انه لا بعده صغير ممكن يبلع معجون اسنان، ممكن يبل ثيابه، بس في اهل كمان بتحقق هالرغبه عند طفلها، بيشجعوه بيستلموه فرشاية اسنان، بيجيبوا له معجون اسنان تبع الاطفال، بيقربوا له كرسي يقدر يوقف وبيتعلم، ممكن يمارس هذا الشيء نص ساعه، ممكن يستغرق معه ساعه لانه هو شيء جديد بالنسبه له. طبعا. وبالتالي بفكره لعبه، يمكن هو اول شيء لعبه، بعدين متى ما مارس اول مره ثاني مره بخف عدد الوقت شوي، عدد الدقائق، بعدين خلص بتصير عادي بالنسبه له. لما انا بشجع هالرغبه عند الطفل وهالفتره اللي هو مر فيها، وبالتالي فيك تقولي انه تنظيف الاسنان صارت عاده مغروسه فيه لحتى يكبر. اما اذا انا حجبت هذا الشيء عنه من بهالفتره اللي هو كان عم يطلبه فيها، معناتها هون الطفل ممكن بدي وقت كتير لارجع خليه يتعود على العاده. وبالتالي باي موضوع ثاني عند الطفل، مثلا بتلاقي اطفال بعمر الست سنوات هي بتكون عم تكرر لك اسئله عن شيء معين. يعني بتلاقي اطفال الصف الاول مثلا اجى عم يسالك هو عن موضوع جداول الضرب، اغلب الامهات تقول له لسه بكير عليك، لا تصير صف ثاني، لا تصير صف ثالث، نحن بتاخذ هذا الموضوع. بينما نحن كثير حلو نعزز له هالفكره بلعبه معينه، بنشاط معين، حط له عدد من الكرات مثلا، وعلمه انه مثلا اثنين كرتين مع كرتين مع كرتين هي معناتها اثنين، مثلا ضرب ثلاثه صار عندنا سته. بهالطريقه هو لحاله بيصير بيلعب، وبتصير جداول الضرب بالنسبه له ما عادت هالهم الكبير، وما عادت اللي هو كتابه يلا اكتب الجدول 10 مرات لحتى ينحفظ لحتى تحفظه. تمام. هيك انا بكون من خلال أنشطة بسيطة بالمنزل. تمام. وشغلات هو دلني عليها أنه هو بده إياها، أنا بقدر نمي له المواهب اللي بده إياها. الموضوع سهل وبهالبساطة، بس تعرفي شو أستاذة، يمكن كثير من الناس يوافقون الرأي كمان، العذر مو بالطفل، العذر بقلة همة الأهل. صح. انا طبعا ما بدي تعب قلبي، انا بدي طبعا ابعته على المدرسه 6-7 ساعات، واذا 8 و9 كمان بكون ممنون. نحن ما عم نعمم حاله الاهمال عند الاهالي، لا طبعا. في اهالي فعلا حريصين وبسجلوا اطفالهم بشيء بيدعم مواهبهم وكل شيء، ولكن الظاهر العام انه خلص ضغط الحياه والامور الماديه والامور الاقتصاديه، وكمان اجي ربي طفل انا، وكمان انا افهم عقله واستوعبه، ما انا ما عشت اصلا. لا يجيبوا اولاد، هاي هي. عفوا يعني بس لا تجيب اولاد، يعني شكرا رنا. يعني اللي ما انه قدران يخصص وقت لابنه، ما انه قدران يقدم له، ما انه قدران هو يقعد مع هذا الولد بالبيت ويقدم له ويعطيه ويقدم له كل شيء هو موجود عنده، ليش تخذ لا يجيبوا اولاد؟ انا يعني كنت ما بدي اقولها بهالصراحه. شكرا رنا. يمكن عفوا، بس هو هذا الشيء اللي نحن يمكن دائما بنفكر فيه، بس ما بنقوله على صوت عالي، نفكر بيننا وبين حالنا. يعني مو كل مين جاب ولد هو قدراني ربي احسن تربيه. الموضوع ما له مادي، نحن ما عم نحكي بالشق المادي ابدا، عم نحكي بشيء له علاقه بالتربيه والاهتمام بهذا الطفل واعطائه الوقت الكافي لانه اللي هو بيحتاجه. اذا هذا ولد نحن هو صغير ما اهتمينا فيه، فسحنا له كل المجال. كيف بدها تنمى هالعلاقه بيننا وبينه؟ نحن لما نذكر كلمه بيئه، شو الناس بتفكر؟ بتفكر انه فقط البيئه الماديه، فقط نحن نامن له العاب، نحن نغدق عليه بالطلبات اللي هو عم يقدمها.
نحن لما نقول كلمة بيئة ما بنقصد فيها هذا الموضوع، نحن بنقصد بيئة تربوية آمنة تقدر صحيح. تنتج عنا بالنهاية طفل متوازن نفسيا، طفل عم تنمو مهاراته العقلية، عم ينمو جسده بشكل صحيح، عم نحاول نجاوبه عن كل الأسئلة الفكرية اللي هو بيطرحها علينا، عم نقدر نطبق له أنشطة بسيطة. لما نقول نحن كلمة أنشطة الأهل بيقولوا نحن ناقصنا مصروف، ما بكفي يعني مصروف المدارس، نعمل له كثير شغلات بسيطة تمام. يعني بكثير شغلات بسيطة، وخاصة هلا نحن بالقعدة بالبيت يعني فينا كثير نستغل مجلات قديمة صحيح. كتب قديمة، نقصص الصور اللي فيها، نحاول نجمعها، نعمل شيء مهضوم تمام. أنا على فكرة انتبهت على شغلة، حتى من يعني من أولاد رفقاتي أو الناس اللي حوالي بيروحوا الأهل بيجيبوا له يعني كم ألعاب مخيف وبيحطوا له الألعاب قدامه، والله بيترك كل الألعاب وبيلحق يعني عفوا على الحديث أرخص الألعاب، بيلحق السطل، بيلحق القشاطة، بيلحق الشغلات تمام. اللي هي لأنه بتلفت له نظره يمكن بالبيت، لأنه بده بيئة حقيقية يعيش فيها. هلأ الألعاب، الألعاب البلاستيكية اللي موجودة بالأسواق هي تربويا تعتبر تهين ذكاء الطفل تمام، خاصة إذا كانت تحرض على العنف تمام. الفرد والمسدس تمام. والخنجر والسيف تمام. وهالقصص كلها غريب. لما بشوف أنا أطفال بعمر 5 أو 6 سنوات عم يعلمون على فرد الخرز او على السيف او هالقصص، مو لانه نحن جايين من كوكب الزهره وقال نحن معزولين عن هالعالم، لا هذا عالمنا، بس اذا انا من صغر الطفل عم نمي فيها القدرات طبعا. شو الالعاب اللي لازم اجيبها لطفلي اذا عندي قدره ماديه؟ اذا عندي قدره ماديه هلا حسب عمر الطفل هو شو في العاب تنميه ذكاء مثلا هي لعمر خلينا نقول 6 7 سنوات هي بيقدر يمارسها. في العاب الاسره الجماعيه اذا بتذكرون كنا نلعب لعبه المونوبولي كانت الاخوات كلهم يجتمعوا، يعني هي لعبه حلوه. الالعاب للعمر الاصغر في البازل التركيب، في العاب الفرز، فرز الالوان مثلا، فرز الخضروات، فرز الحيوانات، في الاشكال الهندسيه تمام يمكن. في لسه للعمر الاشهر يعني حتى لعمر الاشهر موجود يلي هي الصور الحقيقية، صور نباتات، صور حيوانات، صور خضروات، الأحرف مثلا. في بطاقات كتير حلوة بالسوق وفي شغلات كتير حلوة ومو كلها مكلف، لا يعني لا مو كلها بيكون كتير بأسعار غالية، أسعارها أرخص من أسعار الألعاب يلي البلاستيكية الكبيرة اللي نحن مثلا أنا جايبة أقوم جيب بيت باربي مثلا هالقدو للبنت. فيني أنا أقوم أصنعه صناعة منزلية، أو إذا ما لي خلق فيني أنا شغل الطفل يعني جيب له صور من النت وفرجيها وجيب له الأدوات وهو يقعد يشتغل فيه لحاله، هيك بالعكس بيلاقي متعة أكتر بأنه هو يحافظ على هذا الشيء اللي هو بحسنه هو التعب. لأنه هو عامله طيب تمام. في سؤال، نحن ما رح نظلم كمان كثير الأهل وما أكيد. رح نلقي كل اللوم عليه طبعاً. ممكن في أطفال هن فعلا ما عندهم كثير اهتمامات، أو ممكن نحن هذا الطفل لسه ما اكتشف شيء معين هو كثير بيعني له أو بده إياه. كيف أنا بحفز طفلي أو ممكن أنا أقدم له شيء معين يكون مفيد أقدر أنا من خلاله نمي له مواهبه أو اكتشف أكثر هو شو موجود عنده؟ هلأ خليني أنا أقول لك نحن علينا نجهز البيئة. نحن بما أنه اليوم عم نحكي عن بيئة وعن تنمية المهارات، خليني أنا أجهز له البيئة، هيئ له البيئة المناسبة تمام. البيئة المناسبة يعني مثلا أنا بعرف أنه طفل ما له خلق كتير مثلا أنه يسألني عن الكرة الأرضية وعن الوطن وعن هيك أمور، مثلا عن الأعلام. أنا شو بعمل؟ بحط قدامه مجسم كرة أرضية يعني ما في حدا فينا ما بيشوف الكرة الأرضية وما ببلش يدور فيها، أقل شيء يدور على سوريا وين أنا عايش، بده يدور على بلده. ولي هذا الشيء أنا صار معي يعني لحتى أقدر ألفت نظر بنتي لهذا الموضوع أنه أنا بدي أدخلها شيء جغرافي يدخل لعقلها من عمر صغير. حطيت لها أنا الكرة الأرضية، بلشت هي تدور فيها على سوريا، بعدين بلشت تفكر أنه خاله وين ساكن، عمه وين ساكن، كل حدا خارج البلاد بلشت كمان تفكر نذكرها. تمام هلا اذا بدها تفكر وين ساكنين السوريين لتفتل الكرة الأرضية كلها، يعني الله يرجعهم كلهم لبلادهم آمين. بالعكس هذا الشيء ساعدنا كثير، حقق لي شيء انا كنت عم بحاول اشعله بداخلها بانه لحتى بقى انا اقدر اوصل لها هالفكره. جبت لها انا كره بلاستيكيه وجبت لها الوان مائيه زرقاء. هلا اذا بتسمعوا بتصير تقول يا ريت نرجع صغار نعمل هذا الشيء. انا كنت بدي اسالك انه كل الالعاب اللي ذكرتيهم اذا في حدا ايه بيلعبون لليوم، معناتها في طفولة متأخرة نوعا ما نوعا ما نوعا ما كان في اكتشاف بيئة او تهيئة بيئة مناسبة، ما كان فيها الألعاب الحديثة مثل ما قالت رنا، كنا يمكن كل شيء نلعبه بالباحة مع الأولاد نرسم على الأرض. بس هذا شيء حقيقي نحن عشناه
يعني نحن لمسنا طبيعة عشنا فيها، الطبشور، الكتابة على الأرض، اللعب، يعني هي كلها شغلات حقيقية نحن عشناها. يعني هلا ما بترضى أم تفوت علبة طبشور على بيتها مع اللوح. هذا كتير بتلاقي كل أمهات لا مستحيل، بده يتوسخ السجاد، بده يتعبط، لا أنا ويتوسخ أنا يعني. هذا الحكي، هذا حكينا يتوسخ يعني. هلا انت تطلعي اي شيء انت عم تشتغليه رسمه له تنظيفه هو 10 دقائق لربع ساعه، وبعدين بس الطفل حقق متعه داخليه بذاته. صح. يعني بعدين انا اذا انا بدي ادخل طبشور انا كافي اني انا احط شقفه شوي رطبه تحت منه بحيث انه تمام اي شيء هو عم يوقعه هذا الطفل خلص رح تغبه هالشقفه الرطبه ومشي الحال. حتى الالوان المائيه يعني انا طفلتي لما لونت الكره بشكل كامل بشكل ازرق لحتى انا بس فهمتها فكره انه الكره الارضيه اغلبها مياه، هي شعرت بمتعه انه هي عم تلون بالوان مائيه. حتى طبعت لها ملف القارات ولونت، هي قصت بايدها ولونت كل قاره لحالها، وهي هلا يعني بدنا نكمل لسه المرحله الثانيه انه هي بدها تحط كل قاره بمكانه، وبالتالي صار بقى بامكانها تبحث عن الدول بطريقه اسهل. ممتاز. يعني تمام. كل شيء صار موجود قدامها بشكل واضح، ودخلنا القصه بدون طريقه علميه وبدون عدي ونظري ولا اشرح لك ولازم لا 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 لا، بكل بساطه بكل لعبه بطريقه سهله. صحيح. يعني هي القصه بس بدها شويه هيك فضاوه بال، همه عن جد الواحد يكون حابب الشيء اللي عم يعمله. اكيد ما في حدا بيعلم حدا قديش بده يحب اولاده واطفاله، بس عن جد نفكر قد ايه نحن قادرين بشغلات كثير بسيطه نقدم لهم شيء كثير مهم لهم. هذا يعني هذا المشروع تبع انه نساوي الكره الارضيه انا وبنتي صار له مؤجل فتره، بس هلا بما انه في فتره عزل وقاعدين خلاص خلينا نقعد نلمي هالمهام. تماما بدقيقه واحده تفضل. اليوم نحن بظل منافسه شديده شئنا ام ابينا، طفلي اللي عم ببعته على المدرسه لا يقعد جنب زميله وفيه الصف شي 30 طالب فينا نقول بمدرسه نموذجيه، في اطفال متنافسين مع بعضهم بالمواهب والقدرات و و و فانا طبعاً. طفلي بدي اياه يكون رقم صعب ماله كمالت عدد. طبعا شو لازم اخذ بعض الاجراءات لحتى يكون طفلي رقم صعب ويتميز بطريقه ما تضغط عليه؟ شو الاخطاء أكيد. المرتكبه لما اول شيء انا بدي اصنع التميز بداخله لازم انا اكون محققت له هالبيئه ومنميت له مهاراته، لازم انا اكون مسبقا قبل ما هو فايت على عامه الدراسي انا مطلعه شو محتويات هالعام الدراسي اللي هو مقبل عليها، حقق له من خلالها بعض الانشطه اللي تنميه. انا ممكن ارسل انا معه انشطه يقدر هو يشارك فيها ويقدر يبدع فيها ويتميز فيها قدام اقرانه، لانه نحن عم نشوف نسب ذكاء عاليه عم بتكون بالمدارس نتيجه انه الاطفال عم تتناول معلومات حلوة أحياناً من خلال بحثها ومن خلال اطلاعاتها، بالتالي أنا بكون أغنيت بداخل طفلي حب الظهور وحب التميز. طبعاً مو بشكل أنه هو يصير مغرور، لا بشكل أنه هو يقدر يترك بصمة بالصف يلي ساكن يلي موجود فيه. أما بالنسبة للأخطاء، الأخطاء أنه أنا ما أتفاعل مع طفلي وأنه أنا ما هيئ له هذا الشيء يلي هو عم يتواجد فيه وخليه هو يكون هيك يستصغر نفسه قدام أقرانه وقدام الموجودين معه. تمام، نشكر كثير على كل النصائح اللي قدمتي لنا اياها، واكيد كل الاهالي اللي عم يتابعونا يكونوا استفادوا منها. شكرا كثير لك. العفو. شكرا كثير لك استاذ.